أنا خايفة أوي يا أشرف، خايفة الموضوع يكبر وتبقى مشكلة. مفيش حاجة خلاص، قولي لي صحيح، أنت عرفتي مين زمايلك اللي قالوا إنهم شافوكي دول؟ لا، خفت أسأل يحسوا إن أنا مهتمة بالموضوع. يعني إيه يا رضا؟ ناس وبتقول عليكي كلام، مش تعرفي الناس دي بتقول كده ليه؟ وممكن يبقى الموضوع كله فاتي يعني. هو أنت هتخوفني ليه؟ يا حبيبتي أبدا، أنا بس بحاول إن إحنا نبقى مأمنين نفسنا. طب خلاص، أنا هحاول أسأل من بعيد كده، مين اللي قال إنه شافني؟ ماشي. ولو جالك أي تليفون أو أي استدعاء لازم تقولي فورا. فاهمة ولا لأ؟ إيه ده؟ أشرف، أنت قاعد هنا؟ وما كلمتنيش ليه عشان أجي أقعد معاك؟ ولا أنت معاك حد؟ معلش، بس كنت مشغول شوية. منى، ربع. ويا ترى بقى هي دي الشغل اللي واخدك مني يا أشرف؟ منى، وكل ما اكلمك تقولي مشغول ومش فاضي. عموما المكان هنا حلو قوي، انت بقى يا ترى بتقابل كل الناس هنا؟ ولو ان ذوقك يعني مش على نفس مستوى المكان. ربا ربا، ايه قله الادب والسفاله اللي انت فيها دي؟ عجبتك؟ انت اتجننتي بقى. وحياتك عندي انت لسه ما شفتش كلام. وانت عايزه ايه؟ عايزك تشيل من دماغك خالص انك ممكن تعمل اي حاجه مش على مزاجي يا اشرف. العلاقه اللي بيني وبينك ما تسمحلكيش انك تتعاملي معايا بالطريقه دي، انت فاهمه ولا لا؟ طب وموطي صوتك ليه؟ علي صوتك، خلي كل الناس تسمع ان احنا في ما بيننا علاقه يا اشرف. عمري في حياتي ما اعتمدت عليكي في حاجة وعملتيها، منك لله يا شيخ. طب لما انت عايشة في النظافة دي كلها سايبه ابنك قاعد عند امك ليه؟ جريفري، هو انت متخيله ان انا ما كنتش عارف اوصل لابني ولا اجيبه يعني؟ عايز ايه يا جمال؟ والله انا ما كنتش عايز حاجه غير ابني، بس بعد اللي عملتيه انت وجوزك انا عايز منكم حاجات كتير قوي. انت اللي بدات واذيت الكومي، والكومي ناوي على الشر. ايه؟ ما كنتش عايزني اخد ابني وابعده عنكم؟ ابنك مش محتاج غير انه يبعد عنك انت وبس. عارفه ليه؟ عشان ما يكبرش شارب الشر اللي جواكي. وانت ايه؟ ملاك؟ الشر اللي انت بتتكلم عليه يا حبيبي ده انا اتعلمته على ايدك انت. لما كنت بقعد اقول لك الناس كلها بتكبر يا جمال واحنا واقفين محلك سر. اتحرك يا حبيبي. وانت تقول لي لا، احنا حياتنا كده وعيشتنا كده واحنا كويسين قوي كده. بذمتك احنا كنا كويسين؟ كان ممكن نبقى كويسين، بس مع واحدة غيرك. واحدة كانت بتفضل سهرانة طول الليل مستنيني أخرج يوم أجازتي من كلية الشرطة. واحدة لما طلبت إن أنا أتجوزها كانت طايرة من الفرحة. قالت لكل الناس إن هي هتتجوز ظابط. واحدة لما ركبت معايا أول عربية اشتريتها كانت شايفاها أحلى عربية. ويوم قلت لها اكتبها باسمك خفت. واحدة يوم ما اتضربت بالنار في عملية اتحايلت عليهم في المستشفى عشان تتبرع لي بدمها، وفضلت سهرانة جنبي أسبوع بحاله. الناس كلها كانت بتحسدني عليها لحد ما بدأت تطمع وتبص وتطلب. نسيت كل اللي حلمنا بيه وبصت بس للي هي عايزاه. عرفت ان احنا ممكن كنا نبقى كويسين. حتى لما طلبت الطلاق وافقتك، بس بشرط سليم يفضل معايا عشان كنت بحاول برضو نفضل كويسين. عشان كده بقولها لك يا فريال لاخر مره، فكري الف مره قبل ما تكرريها معايا.
يعني كده صرفت نظر عن السفرية يا زميلي؟ اه مش جايبها همها. ليه كده يا صاحبي؟ ده انا قلت هتطلع وتشد اخوك وراك. وربنا ده اللي كان جوايا يا كوب، بس انت عارف الوقت طمع عايز 20 باقه عشان يسفرني. ليه يا عم؟ هجيبهم منين انا؟ طب وناوي تعمل ايه؟ خليني في البلد وهمشيها، هجيب لي توك توك ب 15 رايه وانزل عليه اي حد يشتغل عليه. توك 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 ايه يا عم؟ هزه يجيب رزق وهتمشي يا كوب، هتفرج وربنا وتبقى زي الفل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ابن حلال يا رؤى، ان لحقتك. انت هتسافر من غير ما تاخد الحاجه بتاعتك اللي عندي. حاجة اللي عندك يا عم؟ في ايه؟ انت مين اصلا؟ انت نسيتني ولا ايه؟ ولا اعرفك. انا جاي لك من طرف الراجل بتاع الفلوس. طب بقول لك يا زميل، املص انت كده وانا في مصلحه اخلصها واكلمك على طول. خلصنا يا زميلي. يا حاج انت بتقول لي امانه ومصلحه، وفي ايه يا عم؟ انا اول مره اشوفك النهارده. انا جاي لك من طرف زميلك. زميلك بتاع الامن اللي ضرب من جميل، وانت خدت الابره في الاخر. ابره ايه يا عم؟ انت جاي تهرتل في الكلام ولا ايه؟ مراته خدت تعويض من الشركه، وبعدين لو بعتك بقى عشان تحكي في المحكي انا ما بياكلش معايا الكلام ده. طب بقول لك ايه؟ قول لي مين اللي مشغلك وانا اطلعك منها خالص. يا عم مين اللي مشغلني انت؟ هتلبسني قضيه ولا ايه؟ مين يا فاروق؟ يا عم وربنا ما حد مشغلني. بقول لك ايه؟ صاحب الفلوس نفسه انا قعدت معاه وقلت له انا ما اعرفش حاجه عن الموضوع ده. يعني ما قلتش جمال الجبال؟ جمال انت تعرف جمال الجبال ده منين؟ ما انا جمال الجبال. اه ولا انك تيجي هنا عمرك ليك؟ يا دي انت كده هتضيعنا. ما قلت لك هربت منه يا استاذ بدير، يعني هو لو كان قاطرني لحد هنا كان هيسيبني اطلع كده عادي يعني. هو عرف سكتك ازاي؟ ثم ايه اللي جابك هنا اهو؟ يا دي يخرب بيتك، انت المفروض انك سافرت. الراجل بتاع الباسبور الناس قلوبها اتملى غشا يا باشا، بعد ما طلب مني فلوس زود عليا فلوس كتيره تاني. ده عندها يالا. انت فاكر واد ابن امبارح زيك يجي يبتزني انا؟ ما تسماش كده. وبعدين هم 50,000 اللي خدتهم يعني عملوا ايه؟ راحوا يمين وراحوا شمال. وبعدين يا باشا العربية كانت معكمة، معكمة قوي. الله، ده انت بتطمع بقى يا رؤى. لا لا لا، ما تسموش ولا طمع ولا أي حاجة. بس يا باشا الموضوع كله أنا عايز 10 بواكي تانيين، وبعد كده هطلع خالص، ولو شفت وشي تاني هضربك بالنار. وماليش دية، واعتبره كلب وراح. ماشي، اخفى دلوقتي، لغاية ما أكلمك بنفسي بكرة. أمانة يا باشا. انت لسه واقف؟ قول قول يا واد، يخرب بيتك يا اخي. قول يا استاذ. يا استاذ ما ينفعش كده. يا استاذ يا استاذ ما ينفعش كده. في ايه؟ هتفهم كل حاجه يا كومي دلوقتي. اتفضل انت على مكتبك. اسمع، وبعدين هم 50,000 اللي خدتهم يعني عملوا ايه؟ راحوا يمين وراحوا شمال. وبعدين يا باشا العربيه كانت معكمه، معكمة قوي. الله، انت بتطمع بقى يا رؤى. لا لا لا، ما تسموش ولا طمع ولا اي حاجه. بس يا باشا الموضوع كله انا عايز 10 بواكي تانيين، وبعد كده هطلع خالص، ولو شفت وشي تاني هضربك بالنار. بدير؟ اه بدير. عرفت فلوسك فين يا كومي؟ انت ايه؟ سمعت عني كلمتين وصدقتهم من غير ما تفهم. مش قادر اصدق. بدير ده اخر حد انا ممكن اتخيل انه يعمل معايا كده. مش عشان فاكره مخلص وامين معايا، لا، لان لو هو فعلا اللي عمل كده يبقى انا في كارثه. اديك سمعت بنفسك كل حاجه. انت عارف ده معناه يا جمال؟ معناه ان انا مكشوف للناس كلها ومن زمان. كل شغلي مع بدير، وانا اللي فاكر نفسي متامن ومثبت في ورقي. ترى اكلني لمين ولا لمين قبل كده؟ ابن الكلب. لو كل ده ما كنتش حاسس انه بيلعب بيكي وبالعيب مش عليا كومي. حط نفسك مكاني يا جمال. انا ما بحطش نفسي مكان حد واسيب مكاني لان اخسر كتير. زي ما حصل معاك كده مع الناس ضحكوا عليك. انا مش عارف اقول لك ايه. انا اسف. ما تقولش حاجه. بس المحامي بتاعك ده انا هعرف اتصرف معاه. سيبهولي ارجوك. هقرره واعرف لك كل الحقيقه واعرف لك مين وراه. هبلغك. ماشي يا كومي. يا عم جمال. يا عم جمال ابوس ايدك، انا عملت كل اللي انت قلت لي عليه بالحرف الواحد، سيبوني امشي بقى. اخرس يالا. الزباله ده هيجيب لك فلوسك. على درما ليه يا باشا؟
بس ناقصين 5400 جنيه. والنبي يا باشا انا مش وشي مرمطه ولا وش سجون يا باشا، ابوس ايدك سيبني امشي بقى بره يا زباله. ربنا يخليك يا باشا، ربنا يخليك يا باشا. انا رجعت ابني اللي خطفته وعرفتك فلوسك فين كده، انت مديون لي بحاجتين، افتكرهم بقى كويس عشان ما بنساش حقي يا كومي. انا تحت امرك يا جمال. واخر نصيحه هقولها لك بس دي ببلاش، دور في الناس القريبين منك.